بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام الأخيرة كثير من الناس تواصلوا معي وقالوا أن تظهر لهم هذه الرسالة أنه تم اختراق جهاز الآيفون الخاص بك بعد زيارتك لموقع ويب للبالغين وتم العثور على 39 فيروس. لما أنا من يعرف الموقع هذا، يعني مثلا هل هم يدخلوا على مواقع معينة وتجيهم مثل هذه الرسالة ولا لا؟ أنا شخصيا ما ظهرت لي، لكن أنها تكررت أنه في ناس يسألوني عنها، حتى أنه في ناس تواصلوا معي وقالوا أنه يطلب منهم بعدين انهم يحملون تطبيق وانه يوصل الى جهه اتصالهم، يعني يطلب سماحيه الوصول الى جهه الاتصال على اساس انه يزيل هذه الفيروسات. ففي البدايه، هل هذه الرساله ضاره وهل هو فعلا في 39 فيروس في الجهاز؟ الحقيقه ما في اي شيء ولا في اي مشاكل في جهازك، ما في اي موقع له صلاحيه الوصول الى ملفات النظام في الايفون. فمن ناحيه انه جهازك معرض الى 39 فيروس، هذا الكلام ما هو صحيح. هو فقط على اساس انهم يستغلون الناس انهم يدخلون ويحملون هذا البرنامج، اتوقع انه على اساس يوصل لجهة اتصالهم وبالتالي ممكن يستفيدوا من جهة الاتصال هذه في الدعاية والاعلانات. لكن اختراق وسرقة صور، ما في مثل الشيء هذا راح يصير. لكن انت عشان انك تحافظ على جهازك من الفيروسات وتحافظ عليه ايضا من التجسس، كل اللي عليك انك انت تحدث جهازك الى اخر اصدار، تضمن انه جهازك الايفون متى ما نزل تحديث الايفون انك انت تحدث. مو تقول انا ما راح احدث عشان جهازي ما يخرب، هذه اسمعها كثير. المفروض انه اول ما ينزل التحديث انك انت تحدث، لانه وقتها راح يقفلون كل الثغرات اللي موجوده في النظام. فنصيحتي لكم التحديث، نصيحتي انكم تفعلون التحقق بخطوتين لحسابات التواصل الاجتماعي عندكم، وخصوصا الواتساب لا تشاركونه مع اجهزه ثانيه. يعني في ناس مثلا ياخذ الواتساب ويركبه على الكمبيوتر عنده وبعدين يشارك الحساب على الكمبيوتر عشان توصل رسائل على الكمبيوتر وعلى الجهاز. فالمهم انك انت ما تشارك الا مع اجهزه كمبيوتر انت تستخدمها، ما تشاركها مع أشخاص أنت أصلاً ما تعرفهم أو ممكن يستغلون أنهم يوصلون لرسائلك. فمن ناحية الاختراق أو من ناحية هل هذه الرسالة صحيحة ولا لا، هذه الرسالة ما فيها أي شيء من الصحة. الحاجة الأخيرة أنه أيضاً وصلني في الأيام الأخيرة ناس كثير يشتكون أن التقويم عندهم يظهر لهم بالشكل هذا، وأنه في مواعيد كثيرة في التقويم هم ما يعرفون عنها. للأمانة أنا استغرب أنه هذه المشكلة صار لها تقريباً يمكن أكثر من سنة وقبل ما حلتها. وممكن السبب انه في ناس يجون يدخلوا على مواقع ويطلب منهم انهم يشتركون بالتقويم فيشتركون فيه وبالتالي ينضاف من عندهم. فبالتالي اذا كان هذه الطريقه اللي صارت لكثير من الناس، نصيحتي انهم ما يجون يشتركون بالتقويم من مواقع الانترنت الا الحاجه انت تبغاها. يعني مثلا انا مثلا في كاس العالم على سبيل المثال ادخل على موقع، او مثلا الدوري الانجليزي ادخل على موقع يقول لي اشترك بالتقويم فراح يضيف لي كل مباريات الدوري الانجليزي، فانا عارف وش اسوي. لكن انه اي موقع يطلب منك انك تشترك بالتقويم وتضغط اشتراك فراح ينضاف عندك، لكن طريقة إزالتها سهلة ولا فيها أي اختراق. كل اللي عليك أنك أنت تروح للإعدادات وبعدين تدخل على التقويم أو الكالندر وبعدين تدخل على الحسابات، وبعدين راح تلاحظ أنه في حساب أنت ما تعرفه أو ما أنت معرفه عندك. فكل اللي عليك أنك أنت تدخل على الحساب مثلا الجيميل هنا وضغط ديليت أكاونت، وبالتالي راح تختفي كل هذه الحسابات من جهازك. فما فيها أي اختراق، فقط أنه تقويم أنت اشتركت فيه أو ممكن في مشكلة في السيستم تخليه أنه ينضاف عندك هذه التقاويم، وطريقة حذفها سهلة جدا. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات وصلوا على حسابي في السناب، وإذا تقولوا لي هل مشكلة التقويم أو مشكلة الرسالة هذه اللي ظهرت عندكم ولا لا، رأيكم يهمني وكيف أنتم حليتوها وهل خفتوا منها ولا لا. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.